اهلا بيكم ونروح معاكم لفيديو مؤثر قلب السوشيال ميديا كلها. الموضوع بيتعلق بقضية تجمع بين الرحمة والقانون، مين يكسب؟ القصة عن اخ اعتدى على شقيقته بسبب الميراث فأشعل فيها النار وماتت متأثرة بجراحها، ولكن المفاجئ للجميع انه امام النيابة الام توسلت للقاضي وقالت له ما تاخدش عينيا الاثنين، كفاية عين واحدة راحت، سيب لي حاجة أتعكز عليها من غدر الأيام. كلام مؤثر جدا، وضع القاضي في حرج، ينفذ القانون ويعدم القاتل ولا يستخدم الرحمة ويخفف العقوبة. قبل ما تقول رأيك في القضية زي كده، اسمع الفيديو الأول بودانك الاثنين وبقلبك وشوف وقارن وقرر الرحمة ولا العدل. ربنا يجازيك اللي خايف، ما تحرمنيش منه، سيبه سند في الحياه بقى، الله يبارك لك. انا بقول لك انت جايتك دي حاجه كبيره قوي النهارده. ما تحرمش منك، انا هصلي، انا بصلي وعارفه ربنا انا هدعيله. ده انت لازم تبوس رجلها ليل ونهار يا محمد. وانا ماليش بركه الا هو يا سيد، اللي راح راح خلاص. الشهر بتاع انقاذك النهارده ايه يا ست؟ الله يبارك لك. يبقى سيب لي انا تشتغل، الله يبارك لك. سيب لي انا الله ده يا ابا يفك شر المرض، روح يفك شر المرض واصلح ما بينها يا دين. كتير علقوا على المشهد ده بانه ده قلب الام، حتى لو هو قتل اخته اللي هي برضو بنتها، اللي هي برضو فقيدة كبيرة جدا وحاجة صعبة جدا عليها، إلا أنه في الآخر قلب الأم لازم يحن. طبعا اللي حصل لقى ردود فعل مختلفة للناس بعد استجابة القاضي لاستغاثة السيدة المسنة وتخفيف الحكم من إعدام لمؤبد. فقال حساب باسم سليم في تغريدة، قال ستبقى الأم واحة الحنان وهي دائما تلتمس الأعذار لأبنائها، الحمد لله الأم نعمة من الخالق. بينما حساب تاني باسم علي شايف انه يجوز للقاضي تخفيف العقوبة درجة او درجتين حسب قانون العقوبات، فقال يجوز للقاضي تخفيف العقوبات درجة او درجتين بما له من سلطة تقديرية ممنوحة له في المادة 17 من قانون العقوبات دون معقب على قراره، لا داعي لتفسيرات اخرى. ولكن يا ترى القاضي خد بقرار مين؟ خلينا كده نشوف في التغريدة دي. الأم تنازلت أمام المحكمة وطلبت له السماح، السجن المؤبد لقاتل شقيقته حرقا بالد أهلية. حساب باسم هبة اعتبر أن قرار القاضي ظلم وأن الشاب له سوابق في الاعتداء على أخته سابقا قبل أن يقدم على قتله، فكتبت بتقول حكم بإيه القاضي اللي ما يعرفش ربنا؟ ده هو بمزاجك القانون عشان قاتل تفرج عنه؟ وعلى فكرة أمه جابوها في حوار قالت أنه كان بيضربها وعايز ياخد بيتها منها. كمان شاف آخرين أن ما حدث قتلت قتل غيلة لا يجوز العفو فيه، مستشهدين بموقف الإمام مالك في أحد القضايا الفقهية. فقال حساب باسم حلمي في بوست، قال الولد قتل أخته غيلة من أجل الميراث فلابد من قتله حتى لو تنازلت أمه، وقد حصلت نفس هذه القصة في المدينة المنورة أيام الإمام مالك رحمة الله عليه، وامتنع عن التدريس حتى يقتل الولد الذي قتل أخاه وبالفعل قتل. كمان استدعى النشطاء كيف لقاضي في قضية جنايات أن يخفف الحكم، بينما محاكم أمن الدولة العليا تواصل الأحكام الجائرة تجاه المعارضين السياسيين. ونشر حساب Human Rights Watch قبل كده من يومين تقريبا على تويتر يدين حكم الأعدام تجاه المعارضين، فتغريدة نقلت بتقول مصر لا نهاية للقمع المنهجي. ده البوست أو ده المنشور اللي نشرته Human Rights Watch على مواقع التواصل